بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن بلال. انا كابتن ناصر. منور كابتن. بدايه كابتن ايمن، بنقول المباراه هل هي صعبه ولا سهله ولا متوسطه تحكيميا؟ يعني النهارده بندي درجه صعوبه المباراه، هي مش صعبه ولا سهله، هي مباراه متوسطه الصعوبه، وبالتالي الحالات مش كتيره قوي قوي، ولكن يمكن احنا بنتكلم في العقوبات يا كابتن علاء، العقوبات الانضباطيه. يمكن هو البنا النهارده يعني ما اخرجش ولا الطاقه طوال الشوطين. هنشوف الحالات التحكيميه، وطبعا المباراه النهارده بطاقم تحكيم مكون من محمود البنا، فكره كابتن ايمن ادار مباراتين قبل كده للنادي الاهلي، مباراه سموحه ومباراه بيراميدز. النهارده كان البنا وكان معاه المساعد الاول يوسف البساطي، المساعد الثاني كان احمد توفيق، الحكم الرابع صبر ابراهيم، وكان على الفار احمد الغندور وهاني عفتاح. نروح للحالات التحكيميه سريعا كده ونشوف تقييم الحالات التحكيميه في للحكم. زي ما قلت، هو احنا عندنا هنا حاله كابتن علاء، الحاله واضحه جدا جدا يا كابتن. وانا هنا يمكن البنا حتى كمان البنا هنا المساعد ادى، يعني هنا كان في تعاون بلال. طالما انا اديت الحاله للحكم وساعدت الحكم، لابد ان انا ابحث هل هنا في بطاقه ولا مفيش. نشوف هنا الخطا، هو طبعا هنا ما لعبش الكره ابدا اللاعب، ولكن هنا شايفين هنا الخطا موجود، خطا بتهور، كان يجب اشهار البطاقه. وانا هنا بلوم الحكم المساعد اللي موجود، كان لابد ان هو مع التعاون كابتن علاء ادى الفاول، لابد انك انت باشاره معينه تدي للحكم تقول له ان دي تستحق البطاقه الصفراء نتيجه التعور. دي الحاله الاولى. نروح للحاله اللي بعد كده، وحاله برضك نفس الشيء. شوف هنا اللاعب، هنا المهاجم هنا لم ينجح ابدا ابدا في لعب الكره، وبالتالي هنا البنا احتسب المخالفه فقط. نشوف هل هنا في مخالفه ولا ما فيش. نشوف هنا المخالفه ايضا، هنا كابتن علاء مخالفه تستوجب البطاقه كابتن بلال ايضا للتهاور. هو هنا البنا احتسب المخالفه ولم يحتسب ولم يشهر البطاقه الصفراء في الحاله ديت. الحاله الجايه نشوف البعض هنا اعتقد ان هناك لمسه يد. هنشوف اكتر من زاويه كابتن هنا، ونشوف ادي زاويه عندنا الكره هنا في رجل اللاعب، ثم بتيجي من رجله كابتن بلال لصدره. شوف تاني هنا الكره هنا بتيجي من رجله للصدر، ولو جت في ايده يا كابتن يعطي حاجه لم تذهب ليه. لا هقول لك يا كابتن، هنا سؤال مهم جدا. القانون بيقول ايه هنا؟ هو هنا لو انا بلعب الكره وايدي مش في وضع طبيعي كابتن علاء، بالظبط كده وهي مكبره الجسم، بالظبط كده تتحسب طبعا ركله جزاء، ولكن هنا الكره لم يعني تلمس اليد، وبالتالي هنا كان استمرار اللعب كان في الحاله دي ريال مدريد. مهم جدا. هنا تعاون جيد جدا من احمد توفيق، وبالتالي هنا بيتعاون مع الحكم في هذه اللعبه. الحاله اللي جايه وحاله من الحالات المهمه جدا جدا، نشوفها من كذا زاويه. بنا هنا ادى ركله مرمى، وبالتالي هنا في اعتراض. نشوف الزاويه الثانيه كابتن بلال، كابتن عادل، الرجل هنا نامت على الارض، ونشوف هنا هل في مخالفه، هل في عرقله. نشوف هنا يعني هو هنا حسين عمل يا كابتن احمد، هو هنا سبق شويه، سبق وعمل يعني رجليه جت في الارض وعمل السقوط، ولكن انا شايف ان هنا حتى من هذه الزوايا هنا يستمر اللعب، وهنا مفيش مخالفه في هذه الحاله، ويستمر اللعب في هذه الحاله. ليه؟ لان البعض هنا الفار خد فيها شويه وقت، ولكن هنا بنشوف ان هنا اللاعب هنا لم يرتكب مخالفه العرقله، وبالتالي كان يستمر اللعب. الحاله اللي جايه حاله مهمه جدا جدا، وهنا تنافس كابتن شريف ما بين محمد عبد المنعم ومهاجم نادي الطلائع، ايضا هنا بالمعيار استمرار اللعب، وما كانش فيه مخالفه في هذه الحاله. يعني نشوف الحاله اللي جايه، وهي تقريبا اخر حاله معانا. نشوف هنا حاله مهمه جدا 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 يا كابتن ايمن، وديت انا بحيي فيها المساعد رقم واحد، صعبه اللي ربط كويس قوي قوي قوي، وما تخضش يا كابتن احمد، ما تخضش من اللاعب، اللاعب راح انفراد. نشوف كده، يلا هنا مفيش طبعا تسلل، هنا اي مساعد هنا مش رابط كويس ومش واقف كويس يا كابتن احمد، كابتن عادل كان اشار على تسلل، ولكن هنا نشوف اللعبه تاني، معلش دي لعبه مهمه. نشوف هنا هل هنا لاعب النادي الاهلي مغطي، لحظه لمس الكره للاعب الطلائع، نشوف لمس بس عندي فتح
لمس اللمس هنا طبعا اللاعب النادي الاهلي مغطي، وبالتالي هنا كان قرار الحكم المساعد كان قرار متميز نتيجه الربط الجيد جدا جدا ما بين لحظه اللعب او لمسه اللعب وما بين موقف التسلل. بشكل عام طبعا التحكيم ما كانش فيه اخطاء مؤثره في هذه المباراه. نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ان يمشي التحكيم كابتن ايمن بالعداله على الكل، وده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله في المباراه القادمه. وبنقول يا رب النادي الاهلي ان شاء الله في الماتش الكبير الماتش اللي جاي اللي هو في نصف النهائي ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله مع وفاء ستيف. اشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس. شكرا شكرا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في احدى مباريات الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله نعالج اخطائنا، وباذن الله الفتره البسيطه اللي جايه يقدر مستر موسيماني وتقدر لعيبه النادي الاهلي انها تخرج من موقف ماتش النهارده باذن الله بصوره ايجابيه للمباريات القادمه والفتره القادمه ان شاء الله. حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن شرفتنا. بشكرك كابتن ايمن، وباخد من كلامك ايجاد الحلول، ولازم يكون سريعا حتى لو على سبيل تغيير الخطه، تغيير ان هم تواكب شكل فرقتك عامل ازاي دلوقتي، ايه المتاح لفرقتك، ايه النواقص، ايه النواقص، نقعد كده ونلم الدنيا كده بسرعه لان مش هتستحمل انت بعد كده اي شكل من الاشكال دي. صحيح. توفيق باذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكر يا كابتن شرفتنا. الف شكر يا كابتن، وكلمه بس عايز اقولها، عندنا 15 يوم او 20 يوم مسانده دائمه للفريق عشان عندنا قبل نهائي افريقيا وعندنا مباراه صعبه في اللي جاي صعب. ان شاء الله نشوفهم يعملوا ايه ونساندهم ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن علاء مهيوب الف شكر يا كابتن شرفتنا. اشكرك يا ايمن. طبيعي ان على فكره جماهير النادي اكيد مش عاجبها النتيجه النهارده، ولا حد اكيد عاجبه خالص، لكن بقول في مباراه قادمه ان شاء الله تبقى النتيجه كويسه واداء مقنع ترجع مش ترجع او تلعب بطبيعه وشخصيه النادي الاهلي ان شاء الله، وتستفيد من الاخطاء ماتش ان شاء الله. اكيد باذن الله رب. كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن شرفتنا. ربنا يخليك كابتن ايمن. هارد لك طبعا نقطتين للنادي الاهلي في سباق الدوري، لكن يعني احنا كلنا ثقه في النادي الاهلي كمنظومه، يعني كتير بتقابل عثرات يعني، لكن طبيعي جدا انك انت تعودنا ان النادي الاهلي دايما ما سرعان ما بيخرج من العثرات دي ان شاء الله. يعني مباراه الدوري العام القادمه ومباراه كلها بالنسبه لنا مباراه كؤوس للنادي الاهلي ان شاء الله، لازم يحقق فيها الفوز باذن الله عشان يعني نستمر في المنافسه. صحيح. على اللقب باذن الله تعالى. وعندنا برضو زي ما قلت كبات مباراه افريقيا مهمة جدا عشان ان شاء الله باذن الله تبقى الثالثة على التوالي باذن الله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى امل ان نلتقي بكم مرة اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.